كده صح؟ تمام كده خلاص؟ طلبت الأولى
من اول الدراسه كده 10 ايام قالوا خد يا عم على روحك الحق نفسك ما ضيعتش عرش تنزل في الفصل مش حاجه اسمها كده في حاجه اسمها ان انا هبدا اول يوم العيد بتاعي هو يوم الصبح ورابطين مع دورك مع اهلي وخلصت انا جاي بقى على مكتبي اظبط حالي الشهر اللي فات ده في البار انا ما ظبطتش في العيد هترجع من العيد في حاجات تتكرر فيك انا في حاجات تتطور تبدا نفسيتك تقرا تاني زي ما في الثانويه العامه وترجع من المركز تاني الاجزاء اللي قبل بقى نبدا فيها اولاد عشان تيجي تبطلوا مذاكره صعبه اللي عارف دي تبقى ايه حاطط عاملين تاني النهارده دي كانت بتطلع في السنه اللي فاتت الشرق الفيلم دي بيحكي الخط الاولاني والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع طبعا كل ده مطلوب منه بالبيزنس ما ينسى الكوستر ستيت في انتركوستر مصر يبقى الناس يقول الطلب الانجليزي يعني كوستر الطلب الانجليزي يعني كوستر لما الطلب اسمه كوستر يبقى المكان اللي الطلب الطلب اسمه انتركوستر طب لو عندي الطلب الاولاني او الطلب الثاني المكان اللي بينهم يبقى هاورد انتركوستر ستيت وبعد كده ثاني انتركوستر ستيت وهكذا يعني الدور الاولين بعد كده الفيلد بتاعنا لو فرست ريت يبقى فرست سبيس سكند ريت وهكذا متشغل العضله اللي فيها الكبار دي عضله الكارديات كاس وان هنا دي تبقى مين يا ولاد هيومنز الناس اللي ذاكرت الكامله ليها راسها بورد من ورا مش من قدام من ورا من التبت التحتاني في عضله بتيجي قدام كده اسمها تي ام اس مين تروح للميديا ريت بتاع جروب اسمه ولاد ما سيتا جروب تمام التمام لما نسال سؤال عندنا السنة الثانية أرتري اسمه سبتليجن موجود في الأرتك واحد يمين واحد شمال سبتليجن كان يسمى إن هو تحت الجلد من ورا الجلد في الجلد سبتليجن أرتري ده بيبقى ماشي في الأرض لما الشيطان يقول أنا جاي منين قول له جاي من القلب أصلا كده تمام جاي منين جاي من رجلك من راسك جاي من القلب فهو الشيطان يسمى ما تكتفش فالسبتليجن ده منين أصلا من القلب مالكش دعوة بينه يبقى ده السبتليجن الأرض طب التفكير في الارض بتاعنا ده ماشي في النيل ماشي لغايه ما اوصل انهي بوردر ولاد اخر بوردر تاني ليه ولاد فريسيت طب نذاكر الفيرست ريل على الكيس لهيت ونيك وسيرفس فوق كده ده فيرست ريل كبار فاضي الارض بتاعنا ده ارض ابر كيس بتاع ده بوردر اسمه اخر وده بوردر اسمه انر التفكير في الارض اللي يمشي فوق كده ولما بيوصل عند البوردر ده بنقول له خلاص انت هذا اسمك اكثر الارض انا طالب مبتدئ محدش يقوم من على المكتب بعد اول مذاكره اللي انا بقول عليها اللي ما بيعرفش الارض اللي بدا فين وانتهى فين. ريليشن انت انا هديك لو في دماغي حاجه ارض اللي اسمه ارسل الارض هبداه في ايه؟ قالوا عند البوردر الخارجي بتاع الفيرست ريب يبقى ده الثاني قلنا الفيرست ريب اسمه بطل فين؟ طب البوردر الخارجي والبوردر داخل وسيرفس فوق وسيرفس تحت ده ما غير كل الريبس الثانيه. طب انت بدات فين؟ اوتر بوردر وفيرست ريب ادى امتداد ادى كونتينيويشن ادى استمراريه لارض اسمه ولاد تبريد. دخلت هنا كده في عضله بتبقى لها بينا اسمها كلاب الكلاب الجلديات مع الفيرست سيل مع الاسكابيلا عاملين حاجه اسمها ايبكس اوف اكزيلا. لو خدت كلمه في الشهر وهنشرح الاكزيلا بكره او بعد وهتلاقوا سهل جدا 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 يعني وانت قاعد هتقول زي الهبل اللي اخد نفسه ده. فبالتالي ان شاء الله يبقى لما نسال سؤال الارض اسمه ولاد تبريد ياخدش الاجزله من فوق من قمته ماشي ورا الكلام كده بالصف كليب يا شيخ داخل اجزله دخلت هنا كده من عند الاول دور اكتر دور بتاع الفيرست ليف يمشي الارض دي نازل داون راوند لاب يمشي كده في الاجزله داون راوند لاب ده الاجزله الارض يمشي قدام التي اس 9 يمشي قدامها يمشي قدام لما يوصل عند اللور بوردر بتاعها يقول لك ده الميه ويخش القطر نفسه بقى خلاص واسيب الاجزله فقلنا نسميه بريشر اي حاجه في الارض تبقى اسمها بريشر بريشر ارتري بريشيانس بريشر كلها كده قال طب انا مشكلته في الارض هيبقى اسمه بريك. طب انا مثلا سؤال هل في خلاف هو ارتري واحد كل ما بيمشي في مكانه المايه بتنزل يعني نص فاضي يبقى انا كنت نيك اسمه سبتليليا لما في الاجزله بقى اسمه اكزيلري لما دخل القمر بقى اسمه اولاد بريكر لما كمل في الارض. وعلى هذا الاساس لما اسال سؤال اعرف ايه عن ارتري اسمه اكزيلري ارتري قال يا دكتور ده بيبدا عند الاوتر بوردر اوف فيرست ريب اد اكونتينيويشن اد امتداد الارتري اسمه ايه؟ اسمه سبتليليا وهينتهي فين؟ عند اللور بوردر بتاع عضله اسمها يرسيل يمشي قدامها ولما هي نايمه كده يمشي قدامها كده ولما يوصل عند اللور بوردر بتاعها خلاص انت خلاص
سبت مهمات ماشي عند الأجدلة، سبت الأجدلة اللي هم يدلون ولا تقول ماشي جنب أي هول إلا تقول. طيب يعني يا جراحين الدنيا، يا جراحين الدنيا لما تفتح الأجدلة خلي بالك أوي إلا تقول، لأنه هو دينجرس هول. يبقى أنا سألك سؤال، مين أخطر هول في الأجدلة هو إلا تقول؟ ليه أخطر هول ماشي جنب الأرض وأنا شغال جنب إلا تقول جنب فتح العيان الشخص قص أنا بتحب بفتح القصة أقطع براحتي، مش كم لا بزق كده وأعمله كده ولا فرق، أنت تفتح حيان لازم يوم تاني عيش، مش كم لا فلما تفتحه ما تطهرش أرض من البيت، مش كم لا عيونك تسود، فلو جينا مع بعض يبقى الجملة اللي كتبها الكتاب عشان أنت متذاكر أنت 100% عينك على رسمة وعينك على ذاكرة، المذاكرة الطب كروت أبدع حتة في الدنيا. يعني أنا لا أتخيل أنك تخش كلها بكروت بالظبط. الواحد فيها بشكل تلاقي ما فيش حسب كده، يعني في ناس كتير جدا دخلوا التجاره وادابه في منهم تمايز طبعا ما فيش خلاف عن ذلك، انما نسبه التميز غير جدا، احنا عندنا نسبه تميز كتيره جدا، بس لما تكون انت عايز في دكاتره بتتخرج تبقى هاي ليدي وتخرج ده يديلك الاكسترا ما يكونش ثلاثة كرش ما تحضرش فينام يبقى برضه خايف يجي يشتغل في الطب، لا الطب ما بيشتغلش فيه، الطب ده كله خير من كل الانواع، بس الطب لا اهم حاجه هو فلوس يعني لو عشان حد يكون فاهم غلط. طبعا يعني انا رايي ان الدين المتدينين يعني مسلم او مسيحي اكيد الطب ده دخل الجنه بصراحه، والله دخل الجنه فعلا، تقول لك عين غلبان جدا او عيان جدا حتى معاه ولا ما معهوش حتى بتطلب عليه وتخففه، عايز تاني عايز يقدم ربنا اكتر من كده. بص بقى في الدم طبعا طلبه مشتركين مذاكر عايزين الارتري 56 بيجين تبين از اوتر بوردر بتاع الفيرست ليف قد ايه قد امتداد، امتداد يعني ايه continuation استمرارية لأرض اسمه سبكليدي، الشيطان يقول لك مين السبكليدي يقول لك رده السرطان يقفل الباب عليه كارت من الفهم الكورس الدنتر اكزيلا من فوق من اعلى حاجة فيها اسمها القمة اللي اسمها ايه ايه وبعد كده الترين داونورد ماشي داونورد وماشي لا قالوا لك اني قلت الاكزيلا لا لا تعود ممكن لما بحفظ اهو لا تعود من ايه داونورد مش فرق لما نقف هنا ونقول لا انا كجراح لما بفتح الاكسله بخلي جدا روحك لا تعود ليه؟ مش جنب الارض لان المصيبه هتحصل مني هنا وبالتالي يبقى الارض مش جوه الاكسله جنب اي هول منها لا تعود وانا بدك في بيتنا كده مش هنسى هبص عليها مره والتانيه مش هنساها. طيب نهايه الدنيا اين تتلوم الارض اوف تيل سميث بقى بيكامل جميل بريكا الارض يبقى غير اسمه بس مش بيكامل ما بقاش حاجه جديده بقى اسمه ايه؟ بريكا الارض. لو انت مشترك مذاكره غلط الصفحه الصفحه 58 الله الرسومات الله الرسومات المرسوم اللي فينا يقول لي لما ذاكرتش ادي فيرست ليف مرسوم فوق وادي خط اسود فوق ده يمثل اي ارتري سبكليت وبدات اكزلت وتبص كده عند اي بوردر من فيرست ليف اوتر ولا انر اوتر بدات نزلت على اللاتر سايد ولا ايه على اللاتر سايد في تيرس ميجر في الرسمه دي لو انت صاحي ادي تيرس ميجر مخططها دي مشيته قدام ولما وصل عند اي بوردر منها لور بوردر سويته تاني ليه سويته تاني؟ هرجع برجع الارض يعني لو الرسمه زي دي بقى انا مصفر اتعملت الريبس وانا محمر اتعمل الارتري دي بقت صوره مش كده بقى تقعد انت زي كده ملونها حلو ومبسوط منها مش كده بقى ده ما حفظتهاش ونسيت احنا لما نقول زروان بيقول بيجيني وان وكورس مش كده بقى والسايت بقى شويه كده مش كده بقى انا غير يبقى الناس اصلا طلبه محتاجه مذاكره الاكزيلري ارت بدا فين عند الاوتر بورد اوف تاني ريجونال فيرست ليف اس اي بقى كونتريشن ارت اسمه ايه سابكلين ويطلع عند اللور بورد بتاع الرسمات هي الاسمين وغير اسمه بريك الارت صار انت بقى لما تبص على الرسمه وتقرا كلمتين وترجع لها تاني وتقول انت السيد ده حرام عليك صراحه وده بقول والله على حساب انا بس مش تصدقوش صور رسومات الكتاب بس صورها بس رسومات بس وهو كده لوين وانت جاي في الميكروباص او في تاكس او مع بابا او مع ماما او ماشي في الشارع طلعها كده بص عليها مش كده محدش حاجه عملها احنا نذاكر بطريقه احترافيه للمذاكره مش كده هنذاكر حتى الملل مش كده لا لا مش كده اول ما عديت 99% 100% ده بدون مبرر يعني ما تحكمش ده لو سبت لكم المهم مش كده انا بيه الارض سميته ليه؟ اجل الارض الناس اللي ذاكرت تعرف ايه؟ يا عدد اسمها دكتوراه اسمها
الثالث والرابع والخامس تطلع منهم وتمشي قدام الارض، ولما تمشي قدامه تقسمه لثلاثه بارت. الثلاثه بارت دي اللي اعلى منها يبقى فيرست بارت، واللي وراها سكند، واللي اوطى منها ثيرد. طبعا مختلفين المذاكره يقولوا ايه؟ لما كنت السؤال الثالث ده في جيش وصاحب يقول لي ايه؟ الارض بتاعنا يا اولاد نازل كده، ده الارض. لما الارض ما بقاش جسم كده هو ارض، نايمت قدام العضله دي بس. فاهم بس اللي كام دول؟ ثلاثه. هل انا عملت جواه حواجز وموانع؟ ده وصف عشان الجراحين اقول له خش اعمل عمليه في الفيرست بارت بتاع الارض، او اعمل عمليه عند السكند بارت. يبقى تستحق تاسيس المذاكره او الخلق، يبقى تحط قلم كده ويحط القلم كده، يبقى في الفيرست بارت بتاع الاجزاء الارض الفيرست، وده سكند، وده من دولات سير. وبالتالي انا عرفت كده عن الارض ان حصل له حاجه اسمها ساب ديفيجن، تقسيمات. قسمته كام جزء الارض؟ 3. ثلاثه. ايه الثلاثه بارتس؟ اللي اعلى من العضله، اعلى من الاباط اللي هو مين؟ اولاد فيرست. اللي بهايند يعني ايه؟ خلف. واللي بيلو يعني ايه؟ تحت. طبعا في كلمه لسه في بعضنا، كلمه بهايند يعني ايه؟ كلمه بيلو يعني ايه؟ بهايند يعني خلف، وبيلو يعني ايه؟ تحت. يبقى بالتالي لما اجي اسال الارض دي سب ديفايدد، تتقسم سب ديفايدد. ديفيجن سب ديفيجن، مش كده؟ عملت تلو سب ديفيجن، قسمته كام فولت لو انا صحيح؟ 30 ثلاث اجزاء بتوعنا دول يا اولاد. قالوا عندنا يا اولاد فيرست بارت وسكند بارت بهايند وثيرد بارت بيلو. مشطحه لسه موجود، خش الارض تلو اللي عندك فيكتورس ماينر ادي فيرست وسكند ثيرد. قص خلصت. ريليش كل بارت ليه تقابل على اتجاه الريليشن مين جلاله الزيرو قصير. طبعا الريليشن ديت مكتوبه مين جلاله الزيرو قصير لكل بارت. انما عايز يبقى انرجي، يبقى انرجي يعني ايه؟ لما ابص كده اسال سؤال، ما هو اصل واحد؟ عايزين مين الريليشن لكل البارت؟ ولاته لكل البارت، وقاتل لكل البارت، وقصير لكل البارت. يبقى عايز احفظ ايه يا ولاد؟ التوتال ديت. وهنشوف على جدول اللي يعمله يخش الجنه، واللي ما عندوش برضه ممكن يخش الجنه، مش فارقة كتير. اللي معايا بس السؤال بقى، لو انا جيت قلت له كده العضله دي اسمها ايه يا ولاد؟ سؤال اسمها ايه؟ هشيلها لحظه كده، واسال سؤال يطلع صعب. لو جاي اكتب الار 3 بيطلع مختلفين مذاكر، تمام؟ وجيت قلت انا هقسمه لكام بارت يا ولاد؟ ثلاثه. بحط ايدي كده، اللي جزء فوق ده يبقى بارت فيرست، وده يبقى مين سكند، وده ثيرد. احط خطوط تخيليه كده للمكان. اسال بقى سؤال طبعا مختلف. عايزين ايه دي الريليشن بتاع الفيرست بارت؟ قال اكزيلري بيم. يبقى الاكزيلري بيم اللي هو بيم والجدار فين كده رفيع، هيبقى ماشي ميديا للفيرست بارت. ماشي. الفيرست بارت ميديا ليه؟ اكزيلري بيم. والسكند بارت ميديا ليه؟ اكزيلري بيم. والثيرد بارت ميديا ليه؟ اكزيلري بيم. حلو زي الفل. يبقى مين الريليشن بتاع كل بارت هي ايه؟ بيم اكزيلري بيم. انا بس استنى دكتور. السكند بارت الاكزيلري بين بينه وبين الارتري عدول. العدول ده اسمه ميديال فورد اوف ذا بريشر بريك. الميديال فورد في الفيرست بارت بيبقى ماشي مع بعض، ما بيبقاش بين الارت والبين. انما في السكند بارت نايم بين الارت والبين. جزء كتير بفضل بشرحها. السكند بارت ريليتد للكورتس باسماء. ايه معنى ريليتد للكورتس باسماء؟ ميديال ميديال واللاترال لاترال والبوستيرو بوستيرو والانتيرو انتيرو. ايوه كده هنشوف الانتيرو. قولوني قولوني ده نط عليا ايه الانتيرو؟ انت جاي ولا ايه؟ يبقى ميزا ولا بصي بصي ده معاني بارت مع كده مع ساكن. يبقى الفيرست بارت بتاعنا المحطه دي تفتكروا بس انا بره انا وليه ده عايز من ثانيه وليه؟ فرجعوا مع بعض البيت ده سميته ليه الاكزيلري. عايز اسال بقى سؤال، ايه ميزا الريليشن بتاع الفيرست بارت وميزا الريليشن بتاع الساكند بارت؟ ميزا الريليشن بتاع الفيرست بارت اكزيلري، ومين الريليشن بتاع السكند بارت تكتيري في بارت بس بينهم على طول اللي هو انهي كورد؟ ميديا كورد. لو انت من الناس اللي بيسال كتير مش عايز تصدقني، يقول لي ميديا كورد كانوا عند الفيرست بيرث في مش ورا مش كده، وبعد كده هي ميديا السكند بارت. الكاتيجوري اللي قلتها الباكورد بتاع البريتشر بريكسس ريليتد للسكند بارت باسمائهم. ايه معنى باسمائهم؟ الميديا ميديا السكند بارت بس، الميديا ميديا واللاترال لاترال والبوستيرو بوستيرو. طب السكند بارت الكورد خلص. خلص يعني ايه؟ بدا يبقى برانش. طب يطلع منه برانش اسمه ارم نيرف، وميديا كتينيوس نيرف اوف ذا فور ارم، وميديا كتينيوس نيرف اوف ذا ارم ده بيبقى مور ميد. عايز اسال سؤال، مين ميديا ريليشن بتاعتنا بقى؟ الفيرست بارت ايه والسكند
بارت ايه والثيرد بارت ايه. لو انا وصلت في الكتاب ده وحد سرحان بعد ما ابص في كتابي والناس بتختلف وذاكر ابص في كتابي كده اسال سؤال طب الشطار قاعد في بيتنا طلعت لي جدول كده وعملت مفيش منه واي حاجه تنجح الوقت ده منه. اسال سؤال لو عندي الكليه تطلع مختلفين ده عقلي عملت جدول كده بثلاث خانات خانه اثنين ثلاثه الجدول ده كبير لغايه المذاكره فين شو عملت تايم بعد كده. عايزين الميت ذا ريليشن الفيرست بار والسكند بار الثيرد بار قولوا لنا الميت ذا ريليشن بتاع الثلاثه دول. لو انت مش فاكر هنا اكزيلري بين هنا اكزيلري بين زائد ميت ذا كور هنا اكزيلري بين زائد برانشات الميت ذا كور اللي هم مين؟ ارض وميديا كيتينيا سنار اوف فور ار وميديا كيتينيا سنار اوف ذا ار دي ميت ذا ريليشن مش كده. طبعا الناس مختلفة في المذاكرة قعدت بيتكم غير الجدول يبقى بتعمل مذاكر مش بقعد نفس اللي انت بتسيب الفترة ده انت سوبر انت كيف مذاكرين احسن واحد تتصور 18 سنة. فطبعا ما صحش واحد فيكم ابدا ان ده فاشل ما ينفعش الفشل ده انت عايز تلاقي له حل انما انت ما ينفعش فيه فشل. فلو جينا مع بعض الناس بتبص الكاميرا كويس ايه دي الريليشن بتاع كل بارت؟ انا فيرست بارت اكزيلري بي افن بص في الصفحة المقابلة سكند بارت هتلاقي مكتوب اكزيلري بي وميديا كور تمام. ثيرد بارت كتبوا ايه بقى؟ اخر حاجة صفحة 657 قالوا ارنا النيرف اللي هو برانش الميديا كور وميديا كتير ستيرد اوف فور ار واكزيلري بي وميديا كتير ستيرد اوف ار. ليه كتبوهم كده؟ قالوا ان احنا بقى نشرح على المنظار كده اللي هنلاقيه تشرحنا طور تحكيم هنلاقي ان الارتري نازل كده قال اكزيلري ار تمام وحطيت ده فيرست بارت سكند ثيرد. لو حد فيكم طلع صح قال مين البين اللي هتحطه ده اسمه اكزيلري بين نازل جنب الفيرست بارت ونازل جنب السكند بارت وجنب الثيرد بارت بس هنا حاجه مين اللي هتحطه بين الميديا كور هنا هتحط برانشات من الميديا كور ايه هي مين؟ الارنر وميديا كور ار انا بتاع الارم بيبقى ميت اللي بين نفسه عايز بقى حد فينا يقول لي من الرسمه دي واحده وانت ميديا ريليشن تقول لي يا سلمى ما اعرفش ارسم اقول لك افتح كتابك واقلب الصفحه وبص على الرسمه بتاع 59 من فوق لو من 59 اللي فوق ديت الرسمه اللي فوق وبصيت على الارض دي وخبطته احمر الارض ده وخبطته احمر والبيت وخبطته ازرق والنرجات اللي خليتها سوداء يا لو انت عايزه بص عليه الفيرست بارت البيت ده كان في الارض والسكند بار دخل بينهم كورت اسمه ميديا كورت. طب والثيرد بار حطيت ايه بقى؟ بص على الخطوط ارنا النار وميديا كتينس نار وميديا كور ار ومهم ميديا خالص حطينا خط رفيع كده مين خط رفيع اللي حطه ده؟ ميديا كتينس نار وميديا ار يعني رسمه زي ديت لو طلعت لذهنك على واحد من المحترفين يقول الواد ار ده ميديا ريليشن اوف ذا ار تقدر تكتب ولا لا؟ يبقى ميديا ريليشن بتاع الارض كله فيرست بار مين؟ اكزيلر مين؟ سكند بار مين؟ اكزيلر مين؟ وين وكم ايه وبقى ايه وكتبت ميديا ريليشن مش هتعرف صفر طب 5 من 10 ايه؟ قال العمليه ماشيه مش كده يبقى بالتالي مفيش حاجه اسمها انا اتشلت يبقى لما يجي مع بعض ميديا ريليشن بتاعها وانا قعدت بيتنا بفنن الروح كل طرق المذاكره وقعدت الخط كده ايه ريليشن اللي عملتها ديت ميديا ريليشن مش كده الكلام؟ طيب يبقى اسال سؤال مره اخيره مين ارت اكزامبل؟ نسيت اقول معلومه هي اهم من البشر محدش يذاكر اكسلري ارض الا ما يلاقي برانشات البريكيال بريكسس بروستوب مش كده ولا الارض ده بس محدش يقدر يشرح ارض من غير بريكيال بريكسس يعني بريكيال بريكسس احنا قعدنا يوم الخميس اللي فات نسمع في البرانشات لو حد حكى قاضي اللي هي القصه كده ما تحطش ايدك في اكسلري ارض حتى لو ليه ما ذاكرتوش انا بلعب بريكيال بريكسس بحفظ نفسي برانشاتها كويس من غير ديتيلز لما تستقر في دماغك تذاكر ارض بسرعه زي ما انا مش عارف تعال بقى تذاكر طبعا في ميديا بيكتر ما جاتش سيرته طبعا اللي احنا قايلينه بس مش كده ولا ايه؟ لا ما تجيش طبعا بقى مش كده؟ يعني ما فيش ميديا بيكتر موجود مش كده ولا ايه؟ انما احنا ايه اللي هينفعونا؟ اللي هو ميديا وميديا يعني خدنا ثلاثه من الخمسه زي ما قلت الحمد لله اول اول مش الحمد لله؟ طيب عايز لاتر ريليشن ايه لاتر ريليشن بتاعتنا؟ قالوا الفيرست بارت
كيف ده الأرض؟ لأن لم تحرم الأرض على فكرة. قالوا ليه؟ كيف الأرض تهد؟ ده الأرض. هو نزل بمد هد. فلما تيجي تقول الفرس بعض تقول لا تلن أنت أبطي. ليه بقول لا تلن أنت أبطي؟ لكن إن دي كيف بمد. فبيقول في الفرس بعض اللي هنا ده لا تلن فوق وكده. ماشي كور وكور في لا تلن كور يبقى لما تيجي زي مين لاتر الفيرست بار لاتر ليه عندنا لاتر كور وبصي له كور طب اللي جاي ده الاسكيرس والباقي مش عارف الجو مين لاتر الريليشن بتاع السكند لاتر كور طب ليه ما قلتش بصي له كور انا بروح مره ما خلصت السكند بار كل واحد باسمه يبقى انا بسال سؤال ايه لاتر الريليشن بتاع الفيرست بار لاتر اند بصي له لاتر الريليشن بتاع الفيرست بار مين لاتر الرحبة. أرجع سؤال في السرد
بعت مين لتر ليشن في السيرفال؟ قالوا لتر ليه؟ لتر روت اوف ذا ميدال نيرف. والنيرف اللي اتعمل اسمه ميدال نيرف الدراك بتاعه النيرف على بعضه بقى بعد ما اتعمل كلمه دراك يعني جزء النيرف بعد ما اتعمل. والنيرف اسمه ماسكرو كينيس وعلى اسنان كوراكو بريكيس. هتقعد تقول لي لتر ليشن اللي انتم معلمين. لو مسكت الراجل ده ومسحته كده وقلت بقى لتوماس كله الطب معايا على ذات ريليشن ومين ذا ريليشن انتوا معايا قبل ما تضرب مين ده وليه؟ لو ده اكزيلري ارت الله ربنا يفهم الله ربنا يفهم الفهم ممتع لاني بارت فيرست ده مين ده ساكن في ذا سيرفر عايزين تحطوا لي الريليشن بتاعك مين ده؟ ده مين؟ اكزيلري فين؟ خالص واكزيلري فين؟ خالص واكزيلري فين؟ خالص عايزين نحط حاجه؟ عايزين نحط حاجه؟ هنا طبعا هتتحاشى بحاجه اسمها ميدياتو وهنا تحط مين الارض ومين ده بتينا السيرف اوف ذا فور ار ومين اللي تحط هنا ده اوف ذا ار بتينا تاني ريليشن مين عايزين لتر ريليشن انت تقول لتر ريليشن انت معلم قوي لتر كورت وبصير كورت لتر كورت وازاي تعظم اسمها كورار وبريكيت وبعد كده مين اللي يجي انا بص يا دكتور نفس اسمه ماسكرو كتينيس وعندي لو في حاجه بتطلع ميديا روت يعدي كده اللي هو مرسوم طلب في الكتاب يقابل اللاتر روت اللي ماشي يقابل النيرف اسمه ميديا نيرف يبقى انا بس اسال مين اللاتر ريليشن بقى ويا تقدر تفكر معايا فيرست بارت ايه سكند بارت ايه ثيرد بارت فيرست بارت بتبقى مين لاتر كورت وبصير كورت ورسم حلو جدا اللي في صف تصف تصير فوق طيب اجي في السكند بارت الاقي ان الموجوده لاتر كورت وعضله اسمها كوراكو بريكيت والسيرد بار نفس العضله مكمله وحطينا معاها ايه نيرفين برانشات قال الكورت البوستير اللي لاتر كورت اللي هم هيبقوا مين؟ قالوا لاتر روت اوف ميديان والميديان نيرف اللي اتعمل لما جابوا الميديان روت ونيرف اسمه ماسكرو كتينيس ونفس العضله اللي اسمها ايه؟ كوراكو بريكيت الناس اللي بتتابعني بقى في الجدول ليش وحشين اقول الجدول ده انا بعمله؟ ليه لاتر ريليشن؟ احط فيه لاتر ريليشن مين في لاتر ريليشن؟ لو عملت كده معاك طبعا فكرة المذاكرة تسمع كويس قوي ده لاترال ريليشن فيرست بارت حطيت لاترال كور وبصير الكور السكند بارت لاترال كور وحطيت عضلة اسمها كوراكو بريكيت السكند بارت نفس العضلة كوراكو بريكيت وجبت من لاترال كور دخلت برانشات ماسكول ولاترال روت اوف ذا ميديا نيرف اللي لما جاله الميديا روت عمل نيرف اسمه ميديا نيرف عايزين الريليشن انت عارف ايه والرسمة معايا بص في الرسمة لما طلعتش كمان بالرسمة انت ما بتقدرش والارض احمر والبين ازرق والنرفس اصفر او اخضر والعضله اللي قيلها من بني بص على الرسمه بعد كده لو ما حفظتش منها انا حمار والله كده على طول تقول لي ده ما بيعرفش الشرح ده بيضحك علينا الرسمه لو طلعت في مخك انت حفظت مش كده لا انا لما كنت افكر في الباص او في التاكسي وانت جاي في الكليه الصبح او انت ماشي في الشارع ما حدش حاجه عندك واقف في سن الاتوبيس بتطلع تتفرج على رسوماتك مش كده انت اللي تمتحن انت اللي هتقرا فما حدش دعوه يطلع كتاب بيت كتاب دي ايزي في رسومات في الثانيه مش كده لا خفيفه ببص عليه حفظت رسومات بقيت استاذ انا كنت عايز مين ده الولاد فرنيشن عشان انا زهقت منه مش كده مين ده الولاد فرنيشن ده اولاد مين ده الريليشن للغلابه اكسلر جيم ولاتر ريليشن الغلابه لاتر كورد بالبرانشات الغلابه اللي هم مين؟ سحقانين يعني يقول لك يا اولاد لو جالي امتحان هقول في الفيرست بارت نيد ريليشن اكزيلري جيم والسكند بارت اكزيلري جيم والثيرد بارت اكزيلري جيم ما تقدرش تجيب صفر ولا تصلح هديك نسبه من الدرجه لازم ولاتر ريليشن الفيرست بارت لاتر كورد والسكند بارت لاتر كورد والثيرد بارت برانشات لاتر كورد ما تبينوا اي حاجه مش كده دلوقتي يبقى عندي عكاز ايه العكاز بتاعي؟ ميديا لمين ولاتر لمين بقى؟ ميديا لمين ولاتر لاتر كورد مش محتاجه ذكاء صراحه يعني انا عايز واحد لسه شغال كده تخلص الامور فالرصة طيب دي انهي ريليشن انهي ريليشن مين ده الولاد عايزين انتي ريليشن انتي ريليشن الولاد عندنا هنا كده الحضر الحضر الفاتت او زيت يعني انتي ريليشن برضو هنجمعها كده ما فيش حاجة مش هتطلع من الجدول ده وطبعا ما تعرف ميتكم الجدول تعمله وتحطه في الجبل فترة تراجعه في اي حتة تاخده في الامتحان معاك مش كده لا تبني معاك بس كل ما تبقى بتكتبه مرة فضل خطك شوية عشان ينفع في الاخر مش كده لا فهي كده ظروف السفر هو زي مش كلام اللي مش حرام هي عملت كده كفر انا كنت هتنزل النهارده انا هنا كده اولاد العظمه دي عظمه 100 اولاد السر الناس هتذاكر كتير عشان ربنا يرضى علينا
مين اللي بنا تاني هيبقى مليان فيرست وسكند وثيرد وفورث وفيفث وسيكس؟ ايه بلاش الطار مين دي؟ تيمبرز بتوع السنات والعضله اللي بتبقى اسمها تير سنين تمام. مين العضله دي؟ كلافيجن. والعضله اللي تحتيه دي اسمها سبكلينيس. انت بدات عند الاوتر بورد بتاع الريبر بليد بنتل فبدات بالسبكلينيس شويه فبتيجي هنا الارض لو بتمشي كده وينزل تدور كده لغايه تحت ده مين اكتر عمل كده سميته اكزيلري ارض. على البسطيه بقى الكل عايز ابطيه احط له انتيريشن بالرضاعه ما تبصش في الكتاب. انا بص يا دكتور هنا حطيت عضله اسمها سبكليتس وهنا حطيت عضله اسمها فيكتوريس ماينور اللي بتغطيه 100% انت معلمه وبينهم تحط فشه اسمها جنادي فيكتور فشه بينهم بقى الدكتوره اللي بقطيته قالت ده بصلح الكتاب للامانه الالبيه عندنا ايه؟ عندنا كيلر كان اسمه ميدياكور ولا تذكر دايما الريل بيعدي كده اسمه ايه اللي معدي ده؟ ميديا روت ده ميديا نور راح يقابل انهي روت للاتر عشان يقول انهي نور ميديا نور للاتر كده. طب حد فينا اللي بيقول لي بقى مين اللي قدام الارض لغايه دلوقتي ايه ده الروت كده يا جماعه؟ بدايته بتغطي العضله اسمها سبكليتس وجات الفشه اسمها كلاب بيت وعضله اسمها فيكتوريال سبايك ومين اللي معدي قدامه ده؟ ميديا روت ميديا نور عشان يقولوا نيرفس وين؟ مين يا نور؟ عايز انتيروليشن من الرسمه دي بس، اكتب معايا، اللي انت هتذاكرها هي برضه، عايز انتيروليشن، مين انتيروليشن بتاعك؟ في الاول عضله اسمها ايه؟ سبكليتس، عضله اسمها ايه؟ سبكليتس، وبعد كده فشه اسمها جلادي فيكتورال فشه، وبعد كده عضله اسمها فيكتورال سباينو، وبعد كده نيرف اسمه ميديا روت، اللي هم كاتبين اسمه غلط في الكتاب كاتبينه لاتا روت، الميديا روت ده ميديا نور، اللي راح يقابل اللاتا روت عشان يقولوا فلازم ابقى عارف انا بحطه ليه. فبس السؤال ده للطلبه الصحيين الكلام ده كله تغطيه مين؟ انا مش فاهم اسمي يا اما لما تحط على ديت الطلبه الشطار فيكتوريال سمير اعمل كده احط على ده كله عضله اسمها العضله دي فيكتوريال سمير فيكتوريال سمير يقول لي دكتور ما تكبرها شويه اقول له لا هي ما بتغطيش السيرف بارت كله بتسيب منه حته عيانه يبقى بتالي فيكتوريس ميجور نايمه كده اسال اسال صعب مين اللي يغطي فيكتوريس ميجور الفشه بتاعتها اللي هي فيكتور فشه غير السلاب فيكتور فشه وسكين اديتك كرشه قلت لك شرح بني ادم اول حاجه بتفتحها هي السكين وتحت الجلد شويه شغل بيسموها دي الفشه بتاعتنا من فيكتور فشه شفتهم هتلاقي عضله اسمها فيكتوريس ميجور استنى ده لما شلت السكين والفشه في حته من الارض لبالك اي حته دي لما كده اللور هاف اوف ذا سيرد بار اللور هاف اوف مين سيرد بار مش كفرد من الفيرست نيل تعرفوا الكلمه دي ايه اللي عرفت المعلم قوي يبقى دكتور بل سيشن نوت ده لما تبقى في سنه سته هيعلموني الحس نوت لكل الشرايين كل الشرايين لازم تتعلمها لو جيت اقف في سته خد وش كده قول له الحس ده مين وده مين لازم كل الشرايين تحس نوتها وانا بكشف على عيان انا فكرت لنا كده ليه واحنا في سنه اولى عشان لما اجي اسالك وانت في سنه سته هتحس نبض الاكزيلري ارت اي جزء من الاكزيلري ارت تحس له نبض لما كده الفرصات والسيرف بار ولو انا متوقفين في كرونيس ميجور ما كنتش تحس يبقى لما اجي اسال سؤال ايه الانتيريور ريليشن بتاع الارت دي لو انتوا الناس الصحيين بقى معايا صحصح كده انا هعمل ايه كده لو اتشرحت اتشرحت طبعا مين اسمها جيت شلت الجلد تاني تحت الجلد عشان ما اعرفش الفشه ودي فشه شلتهم هتلاقي حاجه من الارض بانت ولا ما بانت اللور هارد اوف سيرد بار شلتهم شلت لقيت العضله اللي نايمه اسمها الكروتيك شايفها على ما تشيلها هتشيل مين بقى لو معايا كده الناس اسمها معايا هيبقى لنا الفيرست بارت بس بتغطي مين؟ بسبكليبيس وكلابي فيكتوريا فشا والسكند بار بالفيكتوريا سمايلور والثيرد بارت بيعدي على روت اسمه ايه؟ ميديا روت بيعدي انتيريشن بتاع الارض ايه الانتيريشن بتاع الارض بعد ما كده؟ للبوابين انتيريشن سكين وفشا اللي كان كتاب ما كتبش بس فيكتوريا مين؟ مين؟ اكسبت مين؟ اكسبت مين؟ ايوه لون برضه بيكسبت مين؟ لون تبقى حرام مش حرام اكسبت مين؟ لون هاف اوف سيرف بارت اللي هي بتضغط سكين وفرشه بس بتضغط مين؟ سكين شيل الفيكتوريال سميتو مين
ايه اللي هيظهر بعد كده؟ هتلاقي كلام يكسر فرشة وصاب كليب يسبب في انهي بار البرز. طب مين مغطي السايكل؟ ماينو. ومين مغطي قدام السر؟ ميديا روت الانتروليشن. ده من اناتومي. وانت عارف المشرحة دلوقتي تشوف الارض ورمي الفيكتورس ماينو عليه ورمي الفيكتورس ميجو حتى تحت الهد من الجثة دي وعليه في الجثة. مش كام دلوقتي؟ والله ما هرب. وانت تتفرج عليه هتقول لي ايه الانتروليشن بتاع الارض لو وفق صديق؟ نقدر نقول مع بعض الانتروليشن بتاع الارض التاني. مين اللي بيغطيه؟ طبعا هو دايما الكتاب بيطنش سكين وفرشه بعدها في اللور بارت بتاعنا. تعالى اسال سؤال. الانتروليشن بتاع حريات الطلبه محترفه المذاكره، محترفين المذاكره. لما اسال سؤال ايه الانتروليشن بتاع مين؟ ده اولاد اسال سؤال بقى للطلبه الصحيين. الانتروليشن بتبقى مين؟ قال لي بقى في فيكتوريس ميجور زائد صاب كليبيس وفرشه اسمها كلابي فيكتوريس فرشه. طب هنا مين؟ فيكتوريس ميجور زائد مين؟ فيكتوريس مايكل. طب هنا مين بقى؟ قالوا فيكتوريس ميجور زائد ميديا روت وميديا نار. بس في اللور بارت بتاع السيرد بارت بضغط بس مين؟ سكيلو فاش. على بحثي يقول لي الانتروليشن من كتابه. طبعا الانتروليشن بدي كتابه كده دكتور يا استاذ وقالوا ليه؟ كل واحد له كتابه، كل واحد له كتابه. قالوا ليه؟ طب صحيح قوي 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 لو جينا قال لي كده فيه. ايه الانتروليشن بتاع الاولاد؟ عندنا الانتروليشن في الفرست بار مكتوب بكتوريس ميجور وماينر. انا دايما في حياتي بس الكتاب ده ما بحبش اضغط فيه. طبعا انا بحب دايما اقول الانتروليشن كان مفترض يقول لنا فيه فاشيا وبكتوريس ميجور وبكتوريس ماينر. طبعا في طلبه ما بتذاكرش الفاشيا اللي تحت الجلد هنا غير الفاشيا اللي اسمها كده بيكتور فاشيا. يعني انا باجي اشرح عينين اول حاجه اشيلها مين؟ جلد. وبعد كده شويه ايه؟ فاشيا. تلاقي مين ظهر؟ فيكتوريس ميجور. تشيلها تلاقي مين؟ كلام بيكتور فاشيا ثانيه. في طلبه كلمه فاشيا دي عشان تذاكر مره في الاسبوع فكان بيحط كلها فاشيا واحده مش كامل. وتلاقي بياخد اصحابه يقول لهم يا عم احنا مش مفهومه دي فاشيا. فبالتالي مثلا سؤال الطلبه اللي عندها ضمير ايه الانتيروليشن بتاعتنا؟ قال الدوره اللي عندها ضمير انتيرو تبقى فيكتوريس ميجور مش كامل لا قبل الفيرست بار. فيكتوريس ميجور عضله سميتها سبكليبس وفي فاشيا اسمها كلابي فيكتور فاشيا. الميديا بين ما قلتوش هنقول لكم دي ازاي. ده لسه طايفين. طب ارجع اسال سؤال ايه الانتيروليشن بتاع السكند بار؟ قال فيكتوريس ميجور وفيكتوريس ايه ماينر. ايه الانتيروليشن بتاع السيرد بار في الريد لما كده؟ قال بص يا دكتور الميديا روتو ده ميديا نيرف بيعدي قدامه عشان يقابل اللاتر روتو يعمل له ميديا نيرف ماشي. وبعد كده عندنا في فيكتوريس ميجور قال لك ايه؟ سنس. طبعا اللي مكتوب ده عبط خالص يعني. اللي مكتوب ايه يا جماعه؟ قال لك عشان الانتيرول بتاع الاكزيلا الشرطه انت بتصير وول وانت تهت كده معاه بلاش الكلام ده خالص. قال لك اللور نص بارت انسى البارت الثلاث الاولاني ده لور نص بارت لور نص بارت او طلعت للاكزيلا ارت اللور لور هارد سيرت بارت هيبقى كفرت بس بمين؟ بالسكين والفاشيا بيلوز البوردر بتاع العضلات بالتراس مين؟ يبقى الدكتور مش واقفه كده ارتى من البوردر بتاع مين اللي مغطيها هنا كده اولاد سكين وفاشيا. اللي حضر في المشرحه او هيحضر معايا الاكسلة بكره وسمع عن الكلام ده في المشرحه هيسمع اللي جاي. هل الانتيرول بتاع الاكسلة او الانتيرو فولد اكتر من البوستيرو فولد اقصر لو سمعتوا كده؟ الانتيرو فولد هو اللي هو ايه؟ اقصر. والبوستيرو هو مين؟ اقصر. انتوا الموضوع ده لغايه بكره بس فانشر لي الفيتامين دي لغايه بكره. يبقى عايز اسال سؤال مين الانتيروليشن بتاع الارض بتاع الرزق دول مع بعض عليها ولا لا؟ افرز بعض تحطيته مين؟ فينيشن وسبكليبيس وفاشا اسمها كلابي فيكتور فاشا. نصيته في ايه بقى؟ بميجور وسبكليبيس وفاشا اسمها سكند بارت. غطيته مين؟ فيكتوريس ماينور وفيكتوريس ميز. السيرد بارت غطيته مين؟ عدى عليه ميديا روت وميديا نار زائد مين؟ فيكتوريس ميز. ما عدا مين اللي معاه فيكتوريس ميز؟ اخر حته منه اللي هو النص بارت اللي هو اللور بتاع السيرد بارت هيبقى بيغطي مين؟ مسكين والفاشا العاديه من بره. وعلاقة الكلام دي انهي ريليشن ولا انتيرو ريليشن؟ هل حد حضر معايا المحاضره اللي فاتت كان في فشه اسمها كلاري فيكتور فشه؟ كان في فيلم بيخرمها اسمه سيفالي. اسمه ايه؟ سيفالي. قصه سيفالي فيلم بيكتور شديد جدا جدا طلبه مشتركين. سيفالي فيلم يا ولاد بيبدا من الانتيد تحت تمام. سيفالي فيلم لما يبدا الانتيد تحت هنا كده ولاد يبدا هنا يمشي على اللاتر سايد ويمشي على اللاتر سايد هنا ار ويوصل فوق هنا جنب الفيكتورس ميجور ديلتويد يخرج اني فاشيا كلاب فيكتور فاشيا يخرج من بره يخش جوه. طب لو انا عملت كده معاكم الدكتور في التصحيح بس حد فينا يا جماعه لما بدا كل الارض هل حد فينا يقدر يقول لي مين ده؟ مليان دم كده؟
اجل الجيل السفاري بين تركت الجهاز للشطار بس السفاري بين تركت السفاري بين تركت السفاري بين تركت ويخرج الفشل اسمها كلام فيكتور فشل. وعشان يروح يفتح في الاجزيري الجيل لازم يعدي قدام انهي ارتولات اجزيري ارت انهي جزء منه لما كده اللي هم كتبوه هنا. يبقى بالتالي لما ابص في كتاب الصفحه من فوق كده هنا عندي مكتوب في الانتيوريليشن لصفحه كام يا ولاد لما كده 57 كلاب فيكتور فاشيا وبين اسمه ايه بين دولات سفالي بين اللي عامل ايه سفالي بين ده على الهدوم ده يا عم جاي من ايدي وطلع على الجنب الفور ار والار وطلع لغايه فوق وخرج فاشيا اسمها كلاب فيكتور اللي قرا كلاب فيكتور فاشيا كنا بنخرمها كام حاجه اربعه منهم كان بين اسمه سفالي بين هيخرمها عشان يروح يفتح فاني بين اجزيره. طب ده عارف ان الاجزيره دي بتبدا من الار فلما البين ده يخرم الفرشة يعدي على الارض عشان يفتح فاني بين لما كده اجزيرة اللي يبدأ كل ثلاثة ريليشن اجزيرة الارض 3 ياخد 5 جنيه مين ميتر ريليشن مين لاتر ريليشن مين انتير ريليشن طب 10 جنيه 15 جنيه اخد 20 جنيه عليكم كده احسن رجوع مع بعض مين بين ده سميت الارض ده سميته ليه اجزيرة الارض حد من يقدر لي انتير ريليشن بتاعته من الارشي الفرس بارت مين المغطياء مين وصاب كليبيا وكلاب فيكتور فاشيا والبين اللي معادي ده اسمه سفالة الساكن بارت مين اللي غطى عليه قال الدكتور ميجور مايلور والسرد بارت مين اللي عاد عليه مين ومين ده الروتر ده مين ده الستان اوضع حتة منه سنة ستة قالوا لنا حس البنسيشن بتاعتها ليه اوضع حتة اللي حسها البنسيشن مش متغطية بالميجور متغطية بالجلد العادي والفرشة العادية اللي هنا وبالتالي ده اني اني ريليشن ديولات انتي ريليشن. اول حاجه وريتها في اول محاضره جايه عشان تبقوا صاحيين الدوره الصاحيين يا ولاد عايز بقى اسالكم اسئله اللي جاوبها اتعلم قوي 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 بس دي اسئله للشطار بجد. الايه مين ده قدام ده اخر حرف انا ولاد اللي عندي ده كده عشان خاطر بس يعني بس انا نفسي اقول لك كده اقول لي انت قد ايه لو ده اكزيلري ارت عشان خاطر بس اكزيلري ارت هعمل كده ده اني بارت وده مين ده وده مين ده فيرست سكند ويت سيرك اسال بقى سؤال طول الشطار الفيرست بارت سكند بارت ومين ويت سيرك بارت لو انتوا وقفتوا على كده وسالتوا لو حطينا هنا كده ولاد ده مين ده كورت جنب السكند بارت وده لاتا كورت جنب السيرك بارت ده طلع منه ميديا روتي عدي على ده عشان يقابل ده يعملوا مع بعض ميت الميديا نار يبقى ميديا روتي عدى قدام السيرت بار الجزء العلوي منه. طب مين اللي عدى بالظبط الكلام ده كله؟ ميزو وكانت مين مايلر معايا ولا مش معايا؟ يبقى كان اللي عدى قدامه ده مين اللي معدي ده؟ ميديا روتي وده ميديا نار بيروح يقابل انهي روت؟ لا ده عشان كله بس كده فشل طبعا بس قفلنا على كده اسال بقى سؤال اللي جاي ده وجاي تتطلب مشتركين متاكد طبعا هنبص مع بعض كده وسالكم اسئله مثاليه جدا 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 جد اكثر من انتم متخيلين العضله دي اسمها ايه؟ صعبه طبعا استرنم زي الفل ايه ده؟ فريستريب ان شاء الله تشتغل اللي فريستريب ده مين ده؟ سكندريب واللي بينهم ده سبيس اسمه فريستريب ايه ده؟ سيرك ايه ده؟ اذا انتوا حاضرين محاضره ولا ايه؟ وده مين ده؟ فرصه وده مين ده؟ كبسريت واللي بينهم سبيس اسمها انت كرستال. اصحى 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 ايه اللي استنى في الرسمه دي؟ تمام ثلاثه شويه العضله دي بقى بتبدا بحرف الاس ايه ده؟ العضله دي بالاش ثلاث بار والعضله دي اسمها تيرس ميجور عشان انتوا مش هتعرفوها وبيلف عليها عضله كده اسمها لاتسما الزرزار تجي لها من ورا لقدام كده لف عليها انت العضله اللي طلع من السكابيا من الساب سكابيا القصه الراحه اللي لسه بتروسكي فيطلق عليها ساب سكابيا ريس مصر يبقى مين العضله اللي سميتها ساب سكابيا ريس مصر فبسال سؤال في عضله اسمها الشرشره الاماميه الشرشره سنتيتو لازقه كده على الضلوع وراجعه لورا عامله كده 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 وترجع لورا اسمها العضله دي سميتها سنتيتو سالتكم سؤال صعب جدا اللي يعرف يجاوب يبقى معلم لو سالتكم سؤال بقى الارض هو اللي من فوق لتحت ايه اللي يمشي ورا الارض ده؟ لو قلت لي 5 جنيه بس انا هدفعها يا ولد اه والله هدفع 5 جنيه لو قلت لي اولا ما تستعجلوش اللي ورا الارض مش قدامك اللي وراها احنا خلاص اولا استني يا دكتور
تحكيش على اول انتكوستالس بيس واول فيجيتيشن بالسريتس انتيكو وكمان الانتركوستال موسيل موجود والنرب اللي نازل من فوق تحت اللي رايح يمين للسريتس انتيكو والنسيو تكتبوه وكورد اسمه اني كورد اولاد الميدل كورد فاكيد احنا قلنا الميدل كورد ميدل السكند بارت مش كده وقلنا هو بالنسبه للفيرست بارت بيبقى اولاد وراه اسمه الكلام ده عايزين فيرست بارت مين اللي ورا الفيرست بارت اول انتركوستال سبيس واول فيجيتيشن للسريتس انتيكو والانتركوستال ماسل اللي في السبيس والنرب اللي رايح للسريتس اللي هو ما كتبهوش وكورد اسمه اولاد ميدل كورد الفيرست اسمه فيرست اسمه ايه فيرست اسمه ايه فيرست وجاب عند الريبس لما تبدا عند الريبس لازم تمشي على حاجات بتاع فيرست مش كده بقى فاول حاجه وراك الامين اهو الصحيين فيرست انتركوستال سبيس وفيرست حته من السريتس انت الاول ديجيتيش سريتس كانت تبع حته وكمان النرف بتاعها وكورد اسمه الكورد ده ميديال كورد طب احنا بنركز على الحته دي بس انا مشيته هنا بعد كده بقى انا عايز ابعته للقمر فمشي على القمر بس مين القمر اللي ماشي عليها دي اسمها سابسكابيلار اكمل دي على سابسكابيلار تيلس ميجور ولا تسمى الفرزاي ولما يجي عند تيلس هنا يبقى اسمه الاسم اولاد بريكل حد فينا تقول لي مين العضلات اللي وراه اللي يقدر يقول لي عضلات مرايقه مختلفه مذاكره بلا تعقيد عايز العضلات اللي وراه من غير النرفات اي واحد يقول لي الفيرست بارت مين وراه والسكند بارت مين وراه والثيرد بارت مين وراه طبعا مختلفين فيرست بارت وراء الفيرست انتركوستال سبيس طبعا انا مثلا ما بذكرش فيرست يعني الاولاني انتر ما بين الدرو سبيس تمام وفيرست ديجيتيشن بتاع مين اولاد سنتين تمام والكورد اللي اسمه ميدال كورد اللي هيبقى ماشي وراه بس هيبقى ميدال السكند بارت ونرجع العضله اسمها اولاد حد فينا يقدر يقول بصير ليش ما بيقدرش يبقى ايه الميدال كورد يا اولاد اي واحد فينا ذاكر كان سيرفايكال خمسة وستة كان بيعملوا ايه اولاد امر ترانك وسبعة ميتا ترانك وثمانية واحد بيعملوا مين لومر ترانك تمام الترانك انت كده بتدي بصير وانتير البصير مع بصير مع بصير عمر الكورد اسمه بصير والانتير بتاع ده عمر الكورد اسمه لاتر ده عمر الكورد اسمه ميت يمشي ورا ده ويجي ميت ده يمشي ورا مين ورا ميت ده اللي مين بقى مع كده يمشي ورا الفيرست بار وميت ده اللي بار ولاد السكند بار وبالتالي ما يسأل سؤال بيهو جيدا وقال ارض ابو السير ليش بتاع الفيرست بار في الاكزيلير بار تبقى مهم الله فيرست ريليشن تاني قاله هو بدا انا نفسي احفظ دي بدا عند انهي ريب فيرست ريب يبقى اول حاجه لازم نمشي على حاجات فيها ريبس زي مين اول انتركوستال سبيس ما هو اللي هنا والعضله اللي بينهم الانتركوستال ماسل بتاعنا زائد مين فيرست بارت من العضله اسمها سيريتس انتيرو والنرف اللي رايح لمين سيريتس انتيرو وكورد اسم الكورد ده ميديال كورد طب السكند بارت لو مخك نظيف هو رايح كده يمشي على العضله دي العضله دي اسمها سكابيلار بس بينهم وبين بعض الكورد اللي يعرف اسم الكورد اللي بينهم يبقى صح يعني الكورد ده بوستيريو اللي احنا قلنا في السكند بارت اللي ترتديه ازاي في البوستيريو السكند بارت الميديال ميديال واللاترال لاترال والبوستيريو كورد بوستيريو يبقى اسال سؤال عايز بوستيريو ليش عند الفيرست والسكند ولا سكند مين بوستيريو ليش عند الفيرست بارت بقى لو كده يبقى تاني بذكاء هو بدا مين عند الفيرست يبقى وراه حاجات ريليتد لمين ليركس طب الريب الاولاني والتاني مكان ما بدا عنده سبيس اسمه انتركوستال سبيس يبقى مين اللي وراه اول انتركوستال ده لوجيكال طيب ده في عضله خدناها بتطلع من ثمان طلوع والكلب ترجع لورا اسمها سريتا سنتير طب هو فوق خالص يبقى عند مين اول حته من السريتس اللي هي اللي جزء فيها فيرست حته طيب وفي ريب لازم من فوق لتحت يبقى خالص من غير السريت وكورد اسمه الكورد ده على تحت يقول بصير ليش لو في ضمير ايه بصير ليش الثاني لو في ضمير مين بصير ليش الثاني عايز كده انا نفسي اطلع منكم بحاجة هو بدا فين فيرست ريب ما دام فيرست ريب يبقى لازم الاقي حاجات تبع تبع فيرست ريب يبقى مين اللي وراه فيرست ريب وفيرست انتركوستال سبيس والعضله اللي لازقه على ريبس بس كل السريت اصلا الحته اللي فوق حته فوق بس والنرف اللي نزلها نفسه نرف 2 سريت وكورد اسمه الكورد ده ميديال كورد لما تيجي السكند بارت تلاقيه على العضله اسمها سابسكابيلار وتخش بينهم كورد ثاني كورد الدوريات بالسيف تبقى يكمل بين الار 3 يبقى بقيت البوستير وورم اكزيلا مين البوستير وورم اكزيلا اللي موجوده سابسكابيلار تيرس ميجور ولا تسمى الفرزاي هقول حاجه واقفه في المحاضره الجايه
البصير كل دي برانشين كبار، واحد يلف على السلف الشمالي واحد ينزل، دي برانشين دول سيركمفريكس وريديا. وبالتالي في الحاله دي لو عملت كده معايا صعب جدا اللي هعمله دوت واعمل كده بيكتوريال سمايل. هل حد فينا بيقول لي بقى بصير الليشك تعرف ده كله؟ وعدت والله اول ما حضرت بكره قول لي البصير الليشك كلها، ايه البصير الليشك التاني؟ عضلات من الباب للصف، عضلات من الباب طلع للصف، مين العضلات ومين النرفين؟ اولا انتركوستس والسيريسوس انتين، وبعد كده عضله اسمها سبسكابيلا، وبعد كده السبسكابيلا مش بقيتها برضه وتير سميج الواد لا تسمع مين النرفات اللي جت سلمتها؟ وانت في الاول مره حطيت مين يا ولاد لما كده؟ نرفت السيريسوس وميت الكورد، والتاني حطيت تاني مره البوستيرو كورد، والتالت حطيت برنشات تاني كورد يا ولاد البوستيرو. عايز واحد يقول لي البوستيرو ليش بتاع؟ ايه البوستيرو ليش بتاع الارض ده؟ فيرست بارت ايه وسكند بارت ايه وثيرد بارت ايه؟ نبدا مع بعض. فيرست بارت فيرست ان البروسيس وفيرست ديجيتيشن اوف سيريسوس انتين ونرف ريدوس الريدولو تراكي وان كورد ميديا كورد. تمام. عايز بقى السكند بارت هيمشي على السابس كابيلاريس بس بينهم كورد اسمه بوستيرو كورد. طب السيرد بارت هيمشي على مين؟ بوستيرو السابس كابيلاريس الاثنين كبيرة وتيريس ميجور ولا تسمات دوزارة وبينهم برانشات البوستيرو كورد اللي هي مين ومين؟ ريديال واكزيل. عايز بوستيرو ليشن كورة بس طيب وانا زيكم ايه بوستيرو ليشن بتاعت بقى؟ نقدر نقول لي كده لو انا عملت كده في الجدول ده لو حد فينا افتى فتوى سعيده ايه البوستيرو ليشن بتاعت في الجدول ده كده وليه نكتبه؟ بصير ليش الفرس بارك في الأمين فرس انتركوستال سبيس وفرس ديجيتيشن اوف سيريس ونر تو سيريس وكورد اسمه ميديان كورد سكند بارك سابس كابيلاريس واني كورد بصير. طبعا انت مذاكرة الارض اللي وراها الكورد وراها الارض الارض وراها الكورد وراها الارض طب السيرد بارك مين السيرد بارك الان؟ قال سابس كابيلاريس وتير اسمين والتسمه الزوزان وبرانشات البصير الكورد اللي هم مين البرانشين؟ سيركمفليكس وليدر وليدر عايز اسال سؤال ايه الريليشن بتاع الارض كبصير ليشن فور الباص طيب مين اللي وراها؟ هنقدر مع بعض فيرس ديشيشن اوف مين سيريتوس ونيرفيتو سيريتوس وكورد اسمه مين تنفور وزي مين اللي هو ايه انت كوستا سبيد سكند بارت نام على اي عضله سابس كابيلاريس ومين دخل بينهم اني كورد بصير السيرد بارت مين اللي موجود